رخي فهو درب بهن ترقى بالعلم رخي فهو درب بهن به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم رخي فهو درب بهن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد مع دار الإفتاء. يسرنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية لنجيب عنها بإذن الله تعالى في هذا البرنامج على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة، وهي 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأستهل هذه الحلقة بالإجابة على الأسئلة التي وردت عبر صفحاتي أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، ريثما نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم في هذا الأمر. السؤال الأول، سائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الحاجب؟ تقصد طبعا شعر الحاجبين، ما حكم إزالتهما؟ هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، وورد قبل ذلك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي منه عليه الصلاة والسلام عن النمص، وهو إزالة شعر الحاجب، فقال صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عنه في الحديث، أنه لعن النامصات والمتنمصات. فإذا كان إزالة شعر الحاجب وهو النمص، يعني بأن أزالت المرأة وزينت شعر الحاجب لا لشيء إلا للتزين أمام النساء أو أمام زوجها، فهذا لا يجوز ويلعن فاعله نعم. إذن معنا أول اتصال، عز الدين من مصراتة، تفضل يا عز الدين. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك يا شيخ. الله يبارك فيك يا عز الدين، تفضل. يا شيخ أنا مانيش عز الدين، مبروك من مصراتة. إيه الأخوة اللي مستقبلني ما يسمعش فيا زين. المبروك من مصراتة، تفضل يا سيدي. يا شيخ بالله عليك ما تقولش عليا. نعم. لو شيخ لينا 5 شهور ماريناز وربع مرتب منزل، شهر 7 طول 8 طول 9 طول يقولون لي عزز 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 ايه، فما حرام عليك اصحاب عائله لينا قري 3 شهور ايه. انت موظف في الدوله؟ لا. انت موظف في الدوله؟ لا 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 لا، مرتب تبع الضمان. تبع الضمان؟ يا شيخ تو بالله عليك، هم ياخذوا 13,000 نعم. من شهر 6 ماري ناس حاجة النظام الأول. الأول ماري ناس مين هيك النظام الأول ينزل راسك ينزل الحمد لله. معناه أول ظلم كاتب أول ظلم تمام تمام يا عز الدين. النظام الأول ماري ناس منا ظلم يا شيخ. تسمع الإجابة يا عز الدين إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا مصباح من غريان. السلام عليكم شيخ عصام. عليكم السلام ورحمة الله. نحييكم ونحيي جميع طاقم التناصح وجميع المستمعيها ومشاهديها. حياكم الله، تفضل يا سيد مصباح. وإن شاء الله في ميزان حسناتك وأنت والجميع. أجمعين إن شاء الله.
الشيخ عصام العبرة في لا صلاة على مسافر في صلاة الجمعة. ايه. لما جاءت به السير ولا لما حتى حط رحاله يعني؟ اه انت تحكي تمام، يعني المسافر هل تسقط أيوة. عنه الجمعة إذا كان جادا في السير أو كان نازلا؟ ايوه مثلا صلى مكانها مثلا ماشي المصرات أو الخمس وطرابلس وحط رحاله فيها. تمام. هل يصلي الجمعة ولا ما عايز جايز ما يصليها شيء؟ تسمع الجواب يا سيد مصباح إن شاء الله. بارك الله فيك ويا الله يجزيك خير. وجزاكم إن شاء الله. عبد الله من مصراتة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يوم طيب إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يفتح عليك، الله يزيدك علم إن شاء الله. وفيكم بارك الله أجمعين إن شاء الله، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. بالله السؤال الأول عندي تفكير هيك في عقلي، يعني اني بندير لافتات صغيره مكتوب عليها سير وسبح لله، سبحان الله وبحمده، استغفر الله، نوع من التذكير يعني، وبها صجاري. هل جائز ان هي تنحط في الطرقات وتتعرض للغبار والرياح والدخان يعني وكذا او لا؟ طبعا ما هيش ايات قرانيه، اذكار. لا مش ايات قرانيه، اذكار بس فيها لفظ الجلاله يعني الله. تمام تمام ان شاء الله. والسؤال الثاني شيخ، لما ندخل الجامع نلقى مثلا الشيخ تلقى السلام وما نبيش اجر الجماعه يفوتني. طيب. وفي مثلا شخصين او ثلاثه اخرين فاتتهم الصلاه معايا، هل يجوز ان احنا نصلوا بروحنا في نفس الجامع ولا لا يجوز الشيء هذا؟ تمام. لما الشيخ يكون مكمل تلقى السلام واحنا بفضل الجماعة نصلي مع بعضنا. وضحت الصورة سيد عبد الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد الله من درنا، تفضل يا عبد الله. يبدو أنه انقطع اتصال السيد عبد الله من درنا. طيب، إذن حكم إزالة شعر الحاجب، قلنا هذا ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن النمص، لعن صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، واستثنى أهل العلم من أزالت الشعر لضرر لحق بها منه، مثلا كامرأة تكون لها شعرة طويلة فتؤثر على عينها مثلا وتضايقها، فعندئذ لا بأس بإزالتها. أما هكذا أندي لها نظرا لأن حاجبها غليظ أو تريد التزين فهذا لا يجوز بحال، والله أعلم. السؤال الثاني لنفس الأخت تقول اليوم الذكرى 101 لوعد بلفور، فهل القدس لا زالت قضية تشغل المسلمين أو لا؟ نحن نعلم أن في 2/11/1917 وعد بلفور وهو رئيس وزراء بريطانيا، وعد إسرائيل وعد اليهود بإقامة دولة لهم في فلسطين. نعم. وكان هذا الوعد المشؤوم كالإرهاص لدخول هذا العدو الجاثم الخبيث بين بلدان المسلمين. فكون القدس قضية للمسلمين هذا هو الواجب على كل مسلم، لأن القدس وبيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وقد فتح على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وصار مسجدا للمسلمين وفتح المسلمون تلك البلاد. فالواجب الآن على كل مسلم أن لا تذهب هذه القضية عنه، وأن يعلم يقينا أن فتح فلسطين وتحريرها من اليهود الغاصبين هو أمر واجب شرعا، متى تيسر فإنه يجب على المسلمين تنفيذه. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فعلى كل مسلم عقيدة أن يقول في نفسه لو قدر الله تعالى أن أتمكن من الذهاب إلى فلسطين لذهبت، ولكن للأسف نرى واقع المسلمين اليوم، كثير من المسلمين نسوا قضية فلسطين، بل طرأ أمر خطير في السنوات الأخيرة وهو أن
يعني أن أصبح بعض المسلمين يعتقدون أن المجاهدين في فلسطين هم إرهابيون. فالآن بعض المسلمين للأسف، هذه من سياسة اليهود الخبيثة، أن أصبحوا يتهمون حماساً ويتهمون الجهاد الإسلامي ويتهمون المجاهدين في فلسطين بأنهم إرهابيون قتلة، وما إرهابهم ولا قتلهم إلا أنهم قوم يريدون أن يحرروا بلادهم من براثن اليهود الظالمين. وأشرف على هذا المخطط الخبيث للأسف بعض حكام المسلمين وبعض علماء السلاطين الذين أوصوا بإدراج المجاهدين في فلسطين في قوائم الإرهاب، ثم رأينا ما يصدق أنهم لم يعملوها لله وإنما قصدوا تشويه جهادهم، أنهم بدأوا الآن يركنون إلى اليهود ويتقاربون منهم. فها نحن قد رأينا رئيس وزراء إسرائيل قبل أيام قليلة يزور دولة إسلامية عربية ويستقبل على البسط وعلى الفرش التي هي لاستقبال العظماء. ورأينا للأسف أن بعض الإسرائيليين من الرياضيين بدأوا يشاركون في البطولات الرياضية في الدول العربية، بل رأينا أن بعض المسؤولين اليهود أصبحوا يدافعون عن بعض الحكام من العرب والمسلمين للأسف. إذن قضية فلسطين ليست قضية ناجمة عن عصبية ولا قومية، بل هي ناجمة عن عقيدة إسلامية، لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي هي شرفها الله عز وجل وميزها على غيرها من المساجد. فحاصل المسألة أن على كل مسلم أن يعتقد جازما أن اليهود محتلون غاصبون، وأن تحرير فلسطين هو أمر على عاتق المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعجل بتحرير فلسطين وأن يحفظ أهلها وأن يرد كيد اليهود الغاصبين في نحورهم. نجيب على الأسئلة التي وردت الآن عن طريق الاتصال. الأخ المبروك من مصراتة يبدو أن الرجل هذا يعني تبع الضمان، يتقاضى مرتبة تبع الضمان كما ذكر، قال لنا 5 أشهر ولم نتقاضى مرتبا. طبعا هو بطبيعة الحال يوجه نداء للمسؤولين على مكاتب الضمان عبر هذه الشاشة. فأقول المسؤولون سواء في مكاتب الضمان، في صندوق الضمان الاجتماعي أو في التضامن، هذان على وجه الخصوص هما يعولان الطبقة الضعيفة في البلاد. فالتضامن هو مخصص للمرضى وللمعوقين ولنحوهم، والضمان مخصص للمتقاعدين ولكبار السن ونحو هذا. فعلى المسؤولين عليهم واجب شرعي أن لا يتأخروا بمرتبات هؤلاء، لأن هؤلاء مع أن كل موظف محتاج إلى مرتبه، لكن هؤلاء هم من العجزة ومن الزمنة ومن الضعاف، والله عز وجل رفع الحرج عنهم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأقول للمسؤولين في الضمان إن صح ما قاله الأخ المبروك فلا حرج عليكم أيضا لو أنكم استعجلتم بمرتباتهم ويعني حرصتم حرصا كبيرا في هذا الأمر، بل لكم الأجر الكبير. وأن كل تقصير يحصل في تسديد المرتبات يترتب عليها التضييق على هؤلاء الناس، بعضهم يحتاج إلى دواء، بعضهم يحتاج إلى مستلزمات خاصة وكذا، فإذا ضيقتم عليهم فخافوا واتقوا الله عز وجل واحذروا أن يضيق الله عليكم، لأنكم توليتم أمر هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا دعاء شافيا كافيا فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. فهذا خطاب لكل المسؤولين في بلادنا، سواء كانوا وزراء أو كانوا وكلاء أو كانوا مديري إدارات أو كل المسؤولين، ليعلموا هذه القاعدة. من ضيق على الناس بسرقة أموالهم وحرمانهم من حقوقهم وتأخير مرتباتهم
فإن الله سيضيق عليه، أو بأكل أموالهم، وما أكثر أكل المال العام في بلادنا. ومن من رفق بهم وسهل لهم إجراءاتهم فإن الله تعالى يرفق به. السائل الآخر وهو أخونا مصباح من غريان تكلم على مسألة المسافر، كما نعلم أنه تسقط عنه صلاة الجمعة فلا يطالب بصلاة الجمعة في المسجد مع الناس، بل يطالب بصلاة الظهر ركعتين. ونقصد بالمسافر هو من قطع المسافة القصر، المسافة الشرعية مسافة القصر، وهي حوالي 82 كيلو فما فوق. فقال الأخ مصباح في سؤاله: هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر إذا كان جادا في السير أو نازلا؟ بمعنى يعني إذا كان ماشي في سيارته مثلا في الطريق ولم يقف، تسقط عنه صلاة الجماعة؟ نعم، صلاة الجمعة نعم تسقط عنه، لأنه يصدق عليه أنه مسافر. طيب سؤاله: فإن كان نازلا، يعني مثلا إنسان نقول إحنا مدرس سيارته في مكان نازل بيرتاح شوية، وأذن لصلاة الجمعة، هو لا يطالب بالجمعة. لماذا؟ لأنه في حكم المسافر، والجمعة تسقط عن المسافر وتسقط عن المريض غير القادر وتسقط عن المرأة. فأقول لمصباح: لا فرق بين أن تكون جادا السفر، يعني أنت الآن تعتبر جد بك السير، أو تكون نازلا، لا فرق في سقوط صلاة الجمعة عنك. فإن أديت صلاة الجمعة حسبت لك ولا تطالب بصلاتها مرة أخرى ظهرا. إذن الأصل أن المسافر يصلي الظهر ركعتين ولا يطالب بالجمعة، فإن صلى الجمعة أجزأته وكفته عن الظهر، ولا فرق بين أن يكون جادا أو نازلا. التفرق بين كونه جادا جد به السير وبين كونه نازلا يا أخ مصباح هي في قضية الجمع بين الصلوات. فيقول علماؤنا: يجوز للمسافر أن يجمع بين الرباعية، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، يجوز إن جد به السير. أما إن كان نازلا فيقصر ولا يجمع. فيجب أن تفرق بين مسألة صلاة الجمعة وبين مسألة الجمع بين الصلوات. عبد الله من مصراتة، أو نستقبل هذا الاتصال ثم نجيب على سؤال السيد عبد الله. تفضل يا منير من غريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك جميعا، تفضل. الله يبارك فيك. أنا سؤالي: عندي والدي متوفي رحمة الله عليه ومعلق صورته في الحوش، شو الرأي فضيلتكم؟ تعليق الصورة في البيت. أيوه صورة الوالد. تمام، إن شاء الله تسمع الجواب. ربي يعاونكم. السلام عليكم. نعم أجمعين، الله يسلمك. من معنا؟ تفضل يا عبد الواحد. عبد الواحد من بنغازي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. والله أنا سمح لي بس في مطلوبين بناء على اسم القناة، قناة التناصح، اسم طيب جدا. نعم. نسأل الله يجعلنا من العباد اللي يتواصلوا بالحق ويتواصلوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. يا شيخ أنا عندي اقتراحين أو مطلوبين، الله يبارك فيه، بما أنك طبعا أحد يعني في الشريعة. المطلب الأول: نعم، لو أنكم سعيتم إخراجكم سيد صغير مثلا يحمل اسم العادات والأعراف الليبية المخالفة للشريعة الإسلامية، بالذات التي تتعلق بالعقيدة، وكانت على مستوى أسر أو مستوى مثلا قبيلة في جميع أنحاء المدن الليبية وحكم الشريعة فيها، ويتم توضيحها ولو مجانا على عدة أماكن، تحفيظ القرآن في المساجد. هنا كثير من الناس واقع في جهل في هذه الأشياء، وتبين الأحكام الشرعية بالذات أمور العقيدة شيء طيب. المطلب الثاني: لو أنكم ذهبتم إلى بعض كليات الحقوق، كلية القانون وكلية المحاماة، وجلستم مع أعضاء التدريس وبعض الطلبة وبينتم لهم كثير من الأمور التي تخالف الشريعة الإسلامية بمناهجهم الدراسية وكيفية استنادها، وتطبعون كتيب يخص بهذا الجانب، لأن والله أعلم كما تعلم هنا كثير منها تتعلق بالجوانب العقدية،
عرفت؟ لان كثير من الاحكام الفرنسيه والبريطانيه تمام. من مخلفات الاستعمار الموجوده الان. الله يبارك فيك، اذا وفيك كان بارك عندك امكانيه هذه من افضل القربات، ونسال الله يتقبل منك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله، جزاك الله خيرا يا سيد عبد الواحد، بارك الله فيك. عبد الرحمن من بنغازي. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرسي شيخ، عفوا معلش، الحكام هذول طبعا اللي عاملوا في الدول، ويعني منهم طبعا هو مثلا مش غير حكامنا بس، يعني عارف منهم مرسي هذا دز رسالة لل نعم يا عبد الرحمن. أخي العزيز، ما أخي العزيز كذا انتبهت عرفت؟ نعم. هو و مش نسمه رئيس المؤتمر قرا كيف تقول شيء مكتوب واعترف بدولة إسرائيل، قال دولة إسرائيل، حتى الحكام ما قالوش دولة إسرائيل، معمر روحه ما قالش دولة إسرائيل. طيب. وسمين قال دولة إسرائيل. تمام. تمام. يجب تحكي عليهم هذوم الإخواني هذا ورئيس المؤتمر نتاعنا. تمام إن شاء الله. أيوه، وعندي حاجة أخرى يا شيخ معلش لو سمحت. نعم تفضل. وإن شاء الله ما يسكرش علي الخط يعني عرفت؟ تفضل اذا كان سؤالك في السياق لا اشكال، تفضل. لا هو مش السياق، عندنا احنا طبعا في شباب ضحايا في ضحايا في بنغازي من المفخخات يا شيخ، فهمت علي؟ اي نعم. وتقدر تقول يعني شباب الناس مدنيين يعني عرفت؟ نعم. واللي زرعوهم هذول طبعا انتم تسموا فيهم التوار عرفت يا شيخ؟ طيب. فدم هذوم في رغبة من هذوم أبرياء والله، منهم بنت صغيرة. تمام تمام، وضحت الفكرة يا عبد الرحمن، وتسمع الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك. تمام. طيب إذا نجيب على الأسئلة. السيد عبد الله من مصراتة، سؤاله الأول يقول فيه: ما حكم وضع اللافتات على الطرقات صدقة جارية لوجه الله تعالى؟ فهو قال أنا عندي فكرة أني مثلا سأضع بعض اللافتات فيها، مثلا لا تنسى دعاء السفر، سيروا وسبحوا الله كما كانت موجودة على الطرقات، وهو التنبيه بذكر الله. وهل تعد، هل يعد هذا من قبيل الصدقة الجارية أم لا؟ فأقول له لا بأس بهذا إن شاء الله، بل فيه الأجر العظيم. المهمة أن ما تكونش آيات قرآنية، لكن لو كان فيها مثلا تسبيح وذكر واستغفار فلا بأس بها. هو يسأل طبعا، قال هذه اللافتات يعني تتعرض للغبار وتتعرض للمطر وللرياح ولغيرها، هل يعد هذا مخالفة؟ لا أظن، والله أعلم. المهم أن تكون اللافتات في مكان يعني منضبط، وأن تنظر من الحين إلى الآخر، فإن لا قدر الله سقطت هذه اللافتة حينئذ يعني تؤخذ و لا تترك هكذا في مكانها. لكن الأصل هذا أمر طيب، هذا يذكر الناس بدينهم، ويذكر الغافلين عن الله عز وجل بالله عز وجل، فهذا أمر طيب يا سيد عبد الله. المهم أن تكون يعني كما ذكرت، أن تضعها في أماكن منضبطة، وأماكن يعني لا تتعرض لي مثلا أن يكون سقوطها سهلا أو نحو هذا. نستقبل اتصال. طيب، فلا بأس بهذه قضية اللافتات، بل يكون فيها الأجر الكبير إن شاء الله تعالى. وهذا اللي كان في يعني في زمن ماض، كان في طرقات بلادنا يضعون مثل هذه الأذكار، والحقيقة يستعين بها الناس، من يمر مثلا فيقرأها فيقول لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله، ولك الأجر الجزيل إن شاء الله. سؤاله الثاني، اتصال معنا. نعم، من معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. محمد من طرابلس، تفضل. كيف الحال يا شيخ إسلام؟ الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. نسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك. بالله يا شيخ، نبي نسأل على حكم القبور اللي في المساجد. كيف القبور اللي في المساجد؟ القبور اللي موجودة، قصدي حكم المسجد اللي في قبر ضريح، هل يجوز الصلاة فيها ولا؟ القبر داخل المسجد؟ داخل المسجد إن شاء الله. تمام إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. إن شاء الله.
طيب الأخ عبد الله سؤاله الثاني، عبد الله بن مصراتة قال فيه: إذا سلم الإمام من الصلاة في المسجد ثم دخلت أنا بعد سلامه، هل أصلي جماعة أو لا؟ طبعا علماؤنا يفرقون بين المساجد التي لها أئمة راتبون وبين مساجد الطرقات. فالمسجد الذي له إمام راتب، يعني هذا الرجل هو الذي يصلي بالناس، يكره أئمتنا أن تكرر الجماعة داخل المسجد حتى بعد سلامه ولو بعد سلامه. فلهذا أقول لك يكره على قول علمائنا أن تعيد وتكرر صلاة الجماعة مع آخرين داخل المسجد حتى بعد سلام الإمام. طبعا قبل سلام الإمام الأمر أشد، لأن فيه طعنا في الإمام، حتى لو سلم الإمام الطعن لا يزال قائما. كيف ذاك؟ أن بعض الناس قد يتأخر ويمتنع عن الدخول لأنه لا يريد الصلاة خلف هذا الإمام، فإذا سلم هذا الإمام دخل وجمع أو صلى جماعة ببعض الناس المتخلفين. فلهذا علماؤنا قفلوا هذا الباب وكرهوا الصلاة ما دام أن المسجد نعم له إمام راتب. أنت الآن تسألني أيهما أفضل، هل أدخل بعد سلامه مثلا وأصلي جماعة مع بعض الناس الذين لم يصلوا، أو نصلي فرادى؟ فأقول لك يقول علماؤنا الصلاة فرادى أفضل، وذلك سدا لكل باب يؤدي إلى الطعن في هذا الإمام. أو أن تخرجوا خارج المسجد فتصلون جماعة خارجة، وهذا لا يعد طعنا في الإمام. إذن نخرج إلى فاصل ثم نعود لنكمل باقي الأسئلة بإذن الله تعالى. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. الهداية سار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا بعد الفاصل والعود أحمد لنكمل ما تبقى من الأسئلة، ويمكنكم أيضا الاتصال بعد هذا الفاصل أيضا بإذن الله. وقفنا عند سؤال الأخ منير من غريان، قال إنه يعلق في بيته صورة والده، فهل يجوز هذا؟ أقول هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة الصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية وهي الصور الحديثة التي نراها الآن، كثير من أهل العلم لا يرى انطباق الأحكام أو الانطباق الأحاديث الناهية عن التصوير على هذه الصور الحديثة، لأنه قال إن الصور الفوتوغرافية هي حبس للظل وليس تصويرا. العلماء اتفقوا أو على الأقل جمهورهم على بعض الأمور، وهي تحريم التصوير بما له ظل، أن إنسان مثلا يصنع شيئا له روح، يصنعه من طين أو من حديد أو نحو هذا، فهذا محرم. أما قضية تعليق الصور في البيوت فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ونصيحتي لك يا أخ منير ألا تعلق صورة في بيت. أولا تذكرك لأبيك
إنما يكون ببره بعد موته، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وكذلك مواصلة أصدقائهما والدعاء لهما. أما تعليق الصورة في البيت فلأن هذا مما اختلف فيه العلماء، وشأن المسلم أن يخرج من الخلاف، لأن تعليق الصورة في البيت يعني وإن كان بعض أهل العلم لا يرى محرمة، إلا أنها يترتب عليها التحريم على بعض أقوال أهل العلم، ثم لا فائدة ترجى منها إلا أن الإنسان يجدد الأحزان، مع أن هناك أمورا أخرى قد يغفل عنها. الدعاء للوالد خير من مشاهدة صورته بعد وفاته، الاستغفار له بمعنى الدعاء أيضا خير من مشاهدة صورته، صلة رحمه خير من مشاهدة صورته، التصدق عليه بالصدقات نعم خير من مشاهدة صورته 100 مرة. أسأل الله أن يرحم والدك وأن يعينك على بره أيضا حتى بعد وفاته. عبد الواحد من بنغازي له مقترحان، المقترح الأول قال فيه: لو هناك بعض الأعراف والعادات والتقاليد في مجتمعنا وخاصة في بعض العقائد تخالف شريعتنا. قال مثلا: لو حصرت هذه الأعراف وهذه التقاليد ووضعت في كتيبات ودرس حكمها وبين مخالفتها للشريعة لكان فيه الأجر الجزيل. وهذا الحقيقة عمل رائع، عمل جيد جدا، بارك الله في الأخ عبد الواحد، وهذا أمر يترك لطلبة العلم وللمتخصصين سواء في دار الإفتاء أو في بعض المراكز أو كذا أن يجمعوا مثواه. وهذا أيضا قضية التحذير من الأعراف الفاسدة وخاصة في باب العقائد، أراه عندنا مخالفات عقدية في بعض الأسر والقبائل من باب التشاؤم، من باب الاستسقاء بالنجوم، من قضية التشبه باليهود، التشبه بأهل الجاهلية، في قضايا السحر، في مسائل كثيرة. نعم هناك عند كثير من الأسر على مختلف المدن والقبائل الليبية هناك أعراف وعادات وتقاليد فاسدة، يجب على الخطباء وعلى المفتين وعلى المتصدرين للوعظ وعلى المتخصصين في الشريعة أن يحذروا الناس من مثل هذه الأمور، وخاصة في باب العقائد، لأن هناك أعرافا لا تخالف الشريعة بحال. مثلا أعراف تتعلق ب هي في نطاق المباح، مثلا تتعلق بأعراس الناس، تتعلق بأكل الناس، بشرب الناس، ببعض العوائد التي هي في نطاق المباح، هذه لا نتكلم عليه، إنما نتكلم على الأعراف والعوائد التي فيها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. المقترح الثاني للأخ عبد الواحد قال: لو ذهب بعض المتخصصين في الشريعة للكليات القانون والحقوق وجلسوا مع بعض الطلبة والأساتذة ولا أدري تناقشوا معهم على قوله في مسألة بعض القوانين، قال إن هناك بعض القوانين الفرنسية أو بعض القوانين فيها مخالفة للعقيدة. أولا أذكر الأخ عبد الواحد بأن القوانين المعمول بها في بلادنا أغلبها رجعت من قبل لجان متخصصة. نعم هذا لا يشمل ما تريده أنت وهو ما يدرسه طلبة القانون في الكليات، فكثير من الأساتذة في كليات القانون أو لنقل بعض هؤلاء الأساتذة هم من خريجي الشريعة والقانون، وأيضا هناك قسم شريعة في أغلب كليات القانون للدراسات العليا، فعلى هؤلاء مثلا أن ينبهوا للطلبة أن ما ندرسه الآن لا ندرس عقيدة، بل نحن ندرس أحكام القوانين، حتى القوانين المخالفة للشريعة ندرسها بمعنى نعلم حكمها، لكن لا بمعنى نعمل بها. فكل القوانين التي تخالف الشريعة لا قيمة لها ويجب إبطالها وعدم العمل بها، أما علمها ودراستها للرد عليهم ولمعرفة هذا الأمر فهذا أمر مطلوب. عبد الرحمن من بنغازي يقول في سؤاله، قال: قضية إسرائيل أن بعض حكام أو أدري نعم قال بعض الحكام يقولون دولة إسرائيل. أقول للسيد عبد الرحمن:
للأسف أغلب الحكام أغلب كانوا يقولون اليهود. ثم الآن أنت مالك، هو ذكر تقريبا ذكر قال رئيس المؤتمر على حسب دعواه. طيب عبد الرحمن، يعني أرأيت الآن، أنت الآن ترى قبل أيام قليلة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو هو يشكر المسؤولين في السعودية، يشكرهم ويقول نحن نقف معهم فأشعر في قضية كذا وكذا. فأنت إذا كنت تتحدث يعني أنك متألم لقضية اليهود، فأقول له عفوا متألم لاحتلال فلسطين وكذا، أقول له هذا الأمر لم يصدر من شخص واحد، ربما كلمة قالها ولم نرى منه بعد ذلك فعلا يؤيد هذا الكلام، ربما كلمة هكذا قيلت. لكن ما رأيك في بعض الرؤساء الآن، ويعني لعل بعض العسكر يمجدهم وهو في صفهم، تجده يزور إسرائيل ويزوره المسؤولون الإسرائيليون، فهذا أمر ابتلي به للأسف بعض حكام المسلمين. أما عقيدتنا التي ندين الله عز وجل بها فهو أن اليهود قوم غاصبون مغضوب عليهم، لا يجوز لهم ما يفعلونه في فلسطين هو احتلال وظلم. وكان ينبغي يا أخ عبد الرحمن أن تدعو للمجاهدين في فلسطين بأن ينصرهم الله تعالى على هؤلاء اليهود. معنا اتصال، محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. انقطع الاتصال. إسماعيل من الزاوية. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل إسماعيل واسمعنا من الهاتف. أوافقك الشيخ إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله، تفضل. والحي اللي استقط مقال مبارك الله فيكم وجميع المستمعين. أجمعين إن شاء الله، تفضل. يا شيخ نبغى نصيحة طيبة لأولياء الأمور خاصة، لأن إحنا تو إن شاء الله يعني شهر الربيع الأول يعني على أبواب، فهمت اليوم تقريبا 26 صفر إن شاء الله، فهمت أن يندروا أولادهم ويحضروهم وعدم أعطاهم شرام للمفرقعات، ما يسمى الفقعات، يعبروا عليها، يعبروا بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالمفرقعات وبالأحضاري، ومفروض يقولهم عب حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وصلت الفكرة سيد إسماعيل، بارك الله فيك. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الكريم من طرابلس، تفضل يا عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك طيب يا شيخ إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، تفضل. أنا على ذكر تو نسمع في البرنامج على ذكر البضائع والإسرائيل. نعم. في محلات مرحبا اللحظة هذه يبيعوا في ملابس صناعة إسرائيلية. هذه هنا في بلادنا محلات مرحبا هنا معروفين هنا. في طرابلس، إيه هنا في طرابلس. تمام، تسمع التعليق إن شاء الله. خير إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله. من معنا؟ فائد من طرابلس، تفضل يا فائد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله من نسرك يا شيخ. نعم. أنا تو نسمع في هذا الحين المداخلات اللي يتصلوا بي دار الإفتاء يتكلموا عن المداخلة. نعم. وأنهم كمذهب جديد. ولكن ما عرفناش من المداخلة ما إلا اسم الشيخ واللقب بتاعه. يعني ما عندهمش كتاب. إحنا لما نتكلم بطريقة علمية قول والله هذا موجود في كتابهم، عندهم كتاب الفلاني ذاكرين فيه وذاكرين فيه، مثلا مالك عند الموطأ، مثلا قطب عند الضلال. فلما انتم لما توصفوا في طرف انه مداخله وانه مذهب جديد، الناس كلها ما عرفت الا انهم هم شيخهم لقب اسمه ربيع ولا اللقب بتاعه المدخلي. هل هي انه يكون ربيع ومدخلي، فهي هذا مخالف للشريعة ووجه الدين. تمام تمام. عندهم كتب وعندهم الكتب هم تشيروا ليهم وبالجزء وبالصفحة. طيب. وانه في مكان الكلام الفلاني خالف
مذهب اهل السنه في المكان الفلاني خالفوا مكتب اهل السنه، ولا تمام السيد فهد ربيع والمدخلي. تمام، وصل سؤالك بارك الله فيك. ميلود من طرابلس. غريان. من غريان، تفضل يا ميلود. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سؤالي يا شيخ، أنا واخذ زيتون بالنص، باي. واخذ زيتون بالنص، نعم. أيوه. الزكاة كيف نطلع عن الزكاة، بروحي وصاحب الزيتون بروحه أو هو يطلع الزكاة، ولا كيف يعني؟ ما بيناتكمش اتفاق أنت والمالكو؟ لا ما في اتفاق. خلاص تسمع الجواب إن شاء الله. إذا نجيب على الأسئلة قبل أن يداهمنا الوقت. عبد الرحمن من بنغازي سألنا على، أو عفوا أجبنا على سؤالي الأول. سؤاله الثاني يقول المفخخات من يتحمل وزرها؟ المفخخات هذه إن كانت قد، أنا الذي أعرفه أنها وضعت في بنغازي، يعني وضعت في ذلك الوقت لقتال الخوارج اللي هم فعلا خوارج، من خرجوا على المؤتمر في ذلك الوقت وهم حفتر وجماعته، هذه وضعت لقتالهم. إن وضعت لقتالهم كانوا يقاتلونهم مثلا، فهم يقاتلون خوارج، لكن لو من وضعها لقتال المدنيين فهو يتحمل وزرها. لكن أولا يجب أن نعلم نحن من وضع هذه المفخخات، فلا بد أن نتأكد من الذي وضعها، ومن وما قصد بوضعها، وبناء على هاتين المقدمتين نعلم النتيجة، نعلم النتيجة. فإن وضعها لقتل المدنيين وتفجيرهم فيتحمل دمهم الذي سفكه عمدا عدوانا أمام الله تعالى. نعم، والمسألة فيها يعني كلام طويل. الأخ محمد من طرابلس قال: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ أما مذهب المالكية، مذهبنا، فلا إشكال في هذا الأمر عندهم، لا إشكال فيها. المهم أن لا يستقبل القبر، أن لا يستقبله أمامه في الصلاة. ولكن الاحتياط لمذاهب أهل العلم في هذا الباب أنه إذا كان القبر داخل المسجد فإنه ينبغي أن يزال هذا القبر، أو عفوا أن يطمس القبر، بمعنى أن يزال الارتفاع اللي منه، وما دام العظام قد بلت في مكانها فيطمس مكانه ويصلي الناس في هذا المكان ولا حرج. أما إذا كان القصد مثلا من الصلاة هو تعظيم صاحب هذا القبر فهذا الأمر وصل إلى مسألة خطيرة في باب العقيدة. على كل حال، إذا كان القبر بارزا وكان حديث عهد مثلا دفنه في المسجد، فينبغي أن يفتح هذا القبر المدفون في المسجد ثم يوضع رفاته في المقبرة، وإن كان قديما فإنه يسوى بالأرض ويصلي الناس ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. أما إذا كان القبر خارج المسجد، ولو كان حتى في قبلة المسجد، ما دام أنه هو خارج المسجد أو كان خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، فالصلاة فيه لا إشكال فيها بإذن الله تعالى. إسماعيل من الزاوية قال: نريد نصيحة لأولياء الأمور فيما يتعلق بشراء المفرقعات. نحن الآن بقيت أيام قليل على دخول شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لنا عوائد للأسف في هذا الباب، قضية المفرقعات وقضية إشعال النيران، وهذه ليست من شريعة الله في شيء. فقضية الحضرة كذلك، والحضرة هي أمر مبتدع في شريعة الله تعالى، وتكلم عليه علماؤنا، علماء المالكية، وسئل مالك رحمه الله عن أمر يشبهها فقال ليس من الإسلام في شيء. والمفرقعات التي تفعل في المولد هي تضييع للمال، وهي أكل لأموال الناس بالباطل عند البائعين وعند المشترين، هي تبذير للمال، فالحذر الحذر. إنما الواجب على المسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وما أقره للمسلمين. عبد الكريم من طرابلس ذكر أن هناك بعض المحلات هكذا ذكر تبيع منتجات إسرائيلية
قال تبيع بعض الملابس المصنوعة في إسرائيل، هكذا قال والعهدة عليه. فإن كان الأمر كما ذكر فهذا لا يجوز بحال، لأن هؤلاء قوم محتلون يقتلون الفلسطينيين ويستبيحون دماء المسلمين في فلسطين وفي الأردن وفي سوريا، بل وتضرب طائراتهم المسلمين أينما أراد اليهود. فلا يجوز للمسلم أن يشتري شيئا من بضائعهم، لا سواء بقصد الاستهلاك أو بقصد المتاجرة، فهذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، بل ومن باب الإقرار لهم بشرعية احتلالهم لأرض من أراضي المسلمين. سؤال الأخ فايد من طرابلس، وأرجو أن يسمعني الآن، سؤالك هذا يحتاج، ونحن لا تفصلنا إلا دقيقتان أو ثلاث، آمل منك أن تطرح هذا السؤال في برنامج الإسلام والحياة، لأنه سؤال يحتاج إلى إطالة وإلى نقاش، فآمل أن تطرحه على السادة العلماء أعضاء مجلس البحوث في دار الإفتاء في برنامج الإسلام والحياة الذي يكون في يوم السبت والاثنين والأربعاء والثلاثاء. نعم، الأخ ميلود من غريان سأل سؤالا مهما وتأتي أهميته لكوننا في هذا الموسم. قال أنا واخد زيتون من إنسان لقط فيه بالنص باللغة العامية، يعني أننا بنجمع ثمار الزيتون ونقسم الزيت الناتج، نقسمه أنصافا بيننا، فعلى من تكون الزكاة؟ الزكاة في الأصل تكون على المالك لا على الأجير، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فالله تعالى يخاطب هنا المالكين ولا يخاطب الأجراء. وهنا أنبه إلى هذا الأمر، أن الزكاة في من أعطى زيته مثلا، أعطى عفوا زيتونه لأحد يجمع ثماره، كذلك في وقت الحصاد، في الحصاد القمح وفي الشعير، الزكاة تكون على المالك، إلا إذا اشترط المالك على الأجير أن يزكي نصيبه. هنا نقول يجب على الأجير أن يزكي نصيبه متى تحصل على نصاب. مثلا واحد أعطى الزيتون زيتونه لشخص وقال له أراه اللي النص متاعك بتزكيه بروحك ونص صينيه بنزكيه بروحي، ما دام أن المنتوج وصل النصاب، والنصاب هو 5 أوسق، وهو الآن احنا نقوله 40 مرطة، 40 كيلة اللي هي المرطة في بلادنا، اللي يوصل 40 مرطة من الحب وليس من الزيت، من الحب، فهنا تجب الزكاة فيه، سواء كان الخارج من الزيت قليلا أو كثيرا. إن كان بعليا بالمطر فالزكاة في العشر، 19 ليك والعاشرة للفقراء وللأصناف الزكاة. وإن كان مرويا بالآلة، يعني بالبير مثلا أو بالثانية، فهنا الزكاة نصف العشر. فليتنبه المالكون إلى أنهم إن لم يشترطوا على الأجراء أن يزكوا نصيبهم فإن المالكين هم المخاطبون بالزكاة على الجميع، على النصف الذي أخذته أنت أيها المالك وعلى النصف الذي أخذه الأجير. فإن اشترطت على الأجير فأنت زكي النصف الذي تحصلت عليه، أخرج زكاته، والأجير يزكي النصف الآخر، لكن يجب عليك وينبغي لك أن تحرض الأجير على الزكاة وأن تأخذ عليه العهود والمواثيق أنه سيدفع الزكاة. لماذا؟ لأنك المالك لهذه الثمار وأنت المسؤول عن زكاتها. للأسف انتهى الوقت، كان عندنا بعض الأسئلة لعلنا نجيب عنها إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله تعالى، وما كان من خلل وخطأ وزيغ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله تعالى من كل خطأ وزيغ وزلل. أيها السادة المشاهدون ومستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اطلب العلم فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به